السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي امين. ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم افكار وابداعات لبنى. وكنقول للناس الجداد مرحبا بكم، ما تنسوش ديروا اشتراك والضغط على الجرس ليصلكم دائما الجديد بيان سور الا عجبتكم القناه. وكنقول للناس دياوليت شكرا لكم على تشجيعاتكم وعلى تعليقكم الزوينه. ونزلوا لنا عند طلب الاخت امينه، انا حطيت لها هذا الفيديو اليوم ان شاء الله، كنتمنى يعجبكم ان شاء الله. كما تشوفوا هذا الشميعات راهم في الفضي، يعني اللون يونيك للصالونات، الحمام البيت، بيوت الوليدات، ولا تعطيهم كادو في لونطري كيجيو غزاولين بزاف بزاف. هنايا انا غادي نستعمل صباغه بيضاء، كما انكم تقدروا تستعملوا صباغه سوداء او لا فديه او لا في اي لون تقدروا تستعملوه كيجي زوين. هنايا انا راه درت هاد لو روبون كيف ما كتشوفوا معايا، درته في الفضي شويه في البايات، تقدروا ديروا في الاسود، تقدروا ديروا في الابيض، يعني كيبقى عندكم دائما الاختيار. وهنايا انا غندير هاد الموتيف، يعني اللي يكون انا ديما كنكون صايباهم معمراهم ومقادين في اي وقت نستعملهم، ما كنتعذبش، يعني ابسط الاشياء انا كنكونوا محضرين المواد ديالكم كيجيو زوينين. وهاد الحجيرات هنايا راه غتشوفوا معايا انا استعملت انه يبقى دائما في الفضي، يعني اللون يعني كيجي مع كل شيء. وهنايا الصباغه في الابيض، هنايا درت لها التسنينات كيف ما كتشوفوا، هنايا التسنينات تقدروا ديروا الدوبلو الخيط او السطر او لا اي حاجه. ومن بعد انا غنلصقها بهاد الحجيرات، انا نوريكم من بعد نديروا موسيقى باش نخليكم تتبعوا الفيديو المراحل ديالو بساط وسهله. هاد الرشيمه للمبتدئات يعني كتجي زوينه وغزاله وسامبل، تقدروا ديروهم حتى الشميعات ديال الضيوف ديال الاعراس، حتى هما كيجيو زوينين، ولا ديال العيد ميلاد. البلاصه اللي انا درت فيها هذا الغيبون هذا تقدروا تخليوها خاويه وديروا فيها السميه. المره الجايه ان شاء الله ندير معكم هاد نفس الرشمه، ولكن الوسط ديالها غنخليه خاوي ونديروا فيه السميه. انايا راه غادي نستعمل انا الصباغه، انا كنفضل اللصاق حيت اللصاق كيبقى لاصق مزيان. قدروا كيف ما قالت لي واحد الاخت ديروا غير الصباغه والحجره كتلصق. انا هذا القلم هذا ما كيخطانيش ملي كنبغي ندير الحجر، لانه كيجيني زوين وكيعجبني، يعني كنبقى نستعملوه نهز الحجره كيجيني، والله كيجيني ماجيك غزال انني نهز هكا القلم بالحجره. ان شاء الله المره الجايه راني ندير معكم الكيسان ديال شرب القهوه او شرب الشاي اللي كنديرهم بالصباغه، كيكونوا كيجيو زويونين وكنديروا بالحجيرات. انا المره الجايه ان شاء الله غنوريكم كيفاش كنطيبوهم في الفران باش بالفرن في الفرن باش ان الصباغه تبقى شاده فيهم مزيان وما تطيرش، والحجيرات كذلك كيفاش نلصقوهم. هنا نكمل معكم الفيديو كيف ما كتشوفوا، ونخليكم مع هذه الموسيقى وتشوفوا الحجيرات كيفاش كيلصقوا مع داك القلم غزال غزال. القلم انا رشيته من الي اكسبريس، راه ما غاليش بزاف، يعني كيدير فشي 2 يورو واقيلا ولا اقل، محقاش على الثمن، غير هو راه ما غاليش بزاف نهائيا. وكيكونوا فيه الباكيه كتكون فيها 4 أو 5 القلمات، وفي الصراحه يعني تقدروا تستعملوه لجميع الاشياء، ماشي غير الشمع، تقدروا الا كنتو تصايبوا طابلوات بالحجيرات ولا بالحوايج ولا اي حاجه، تقدروا تستعملوا هذا القلم لانه في الصراحه زوين زوين بزاف. ونتلاقاو ان شاء الله في نهايه الفيديو، نخليكم مع هذه الموسيقى وفرجه ممتعه للجميع.
هنا كما تشوفوا راني بديت هاد الشميعه الصغيره، انا بدلتها على الشكيلات ديال الشمع الكبير، ولكن بقات نفس الرشمه الورده. انا هنا غدير فيها الحجيرات كما كتشوفوا. انا نهضر معكم شويه على الصباغه. الصباغه راكم تلقاوها في اي بلاصه، بالنسبه دابا في المغرب تبارك الله راه عادت موجوده. هنا في فرنسا انا كنخدم بهذه، في كنشريها من اكسيون، وكاينه اللي كتباع في فارفوي، وكاينه كتباع عاوتاني في بيكويك، راهم زوينين بزاف. المره الجايه ان شاء الله نحاول نمشي لبيكويك وندير لكم فيديو ان شاء الله في الاعمال اليدويه. هذاك البيكويك غزال كيحمق كيحمق، حتى الفارفوي فيه، ولكن ما نقصوا هذا اللي حدايا ما بقاش زوين، ما بقاش فيه بزاف ديال الاعمال اليدويه. نحاول نشوف شي واحد اللي يكون يعني فيه بزاف لي غيون يكونوا عامرين، وان شاء الله ندير لكم حتى هو فيه فيديو. يعني البنات كنقول لكم دائما دائما الكلمه ديال لبنان، خدموا خدموا وتعلموا، وتا حاجه ما صعيبه، تا حاجه ما يعني مادام اي وانا نديرو هذيك دير وهذيك دير. يعني حتى انتي تقدري ديري ديكورات في الدار، ديري مشروع ديالك. بالنسبه للناس اللي ما خدامينش، راه كاينين جمعيات كيكونوا هكا يعاونوا البنات بانهم يخدموا التسويق ديال الاشياء ديالهم، حتى هما سيروا عندهم وسولوهم. بالنسبه للمغرب راه كاينين هنا تكون جمعيات، هنايا في فرنسا راه كاينين دي سونتر اللي كيعاونوا باش انك ديري لو سيت ديالك باش انك تبداي تخدمي. بالنسبه للبنات اللي ما خدامينش، راه كاين في بلومبلوا كيعاونوا انك ديري فورماسيون باش ديري لي باش ديري دي سيت ديالك خاصين، ان سيت يعني تعلمي تسوقي ديري الترويج ديالك فيه. راه تبارك الله راه كاين ما يدار. كنتمنى لكم البنات التوفيق، وكنتمنى ان شاء الله نكون خفيفه على عليكم، وتكونوا استفدتوا واخا غير شويه 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 من الفيديو الدولي. هذا هو الفيديو ديالنا، هو كمل جا غزال تبارك الله. راه هذا ديتو المارشي، راه تبارك الله هاد الشمعات تباعوا تباعوا. المره الجايه انا نحاول نخدم غير هاد الفضي اكثريه، لانه مطلوب مطلوب بزاف، خصوصا هنايا في فرنسا المغاربه عندهم بزاف الصالونات بالاسود والابيض، تباع بزاف البنات. وهادو هو الفيديوهات القادمين ان شاء الله، غادي نحط هادو هاد الشميعات اللي فايت محيطهم باللي بايات، كيجيو غزالين غزالين كيحمقوني، مفضلين عندي هادو حتى هما ان شاء الله نحطهم. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله. لعجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وشكرا، والى اللقاء، باي باي.